على شو عم تهدد لك ابراهيم؟ لك انت وين وانا وين؟ شوف هلا تنيه ابراهيم مين ورسلان مين؟ رسلان هلا ابنه للزعيم ابو صالح اللي رح يستلم الزعامه من بعده. رسلان هو اللي وقف قدام القاتل ابراهيم واخذ له بنته لحتى يربيها. وش كان اخذ بنتك لحتى يربيها ودللها؟ لازم تعرف انه مو على سواد عيونك وعيونها. بس مشان ما يقولوا انه الزعيم رسلان طلع قليل اصل مثلك. زعيم؟ ايه زعيم. زعيم ونص. اجباري على راسك وعن كل شرشك. يا مسعود رسلان. والله العظيم. والله العظيم والله العظيم إذا بنتي بيصير علي شيء والله العظيم أنا قتالك. لك شو هذا اللي عملته؟ لك ليش ما دفنتها؟ ليش ما دفنتها؟ آخ يا ريت يا ريت اللي بلاقيها هلا يدفنها ويخلصني من هالورطة اللي بليت حالي فيها. يا ريت. اعترافه بوصله على حبل المشنة. الله على الظالم سيدي، الله على الظالم. بإمكانك تمشي يا رسلان. أمرك سيدي. رسلان، البنت الصغيرة شو بدك تعمل فيها؟ سيدي أنا ابنه للزعيم وأبو صالح ربانا على الجود والكرم وستر الناس وفعل الخير لعدونا قبل أخونا. معلوم معلوم، روح الله معك. لك والله انا بربيك بدك تقتلني تقتلني بدك تقتلني 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 قوم وقاعد بقهوة المعلم إبراهيم عم يحكي عليه كلام شروي غروي لا بينزل لا بميزان ولا بأبان. شو حكى يا شباب؟ بيهون عليك يا أبو شكري، واحد مثل عرفة ومثل أبو قاسم يحكوا على عطل معلم إبراهيم؟ أنت هيك حكيت أبو قاسم؟ كسها كسها ولك بدي أي حياة قول خلص حكي شو؟ مصبوط الحكي يا لك أبو شكري مو مصبوط. قاعد انا واخي عرفه بكل امان ورحمان عم نحكي حكايه ثانيه. ايش كان هو تفهم على كيفه انا شو عمل له؟ ابو قاسم كسر على دكانته. لا ما رح كسر على دكانتي، انا ما غلطت بحقه ولا عملنا شيء، واحدين وناطرين الشيء لحتى انا ما جاب لنا شيء. ابو قاسم درمي على دكانتك احسن ما اقتلع فيك. ها سيدي والله العظيم والله العظيم يعني لو محبتك بالشباب انا وما بدي اعمل لك قيمه تهوتك بقف عيد هيك قلت لك وجهتك كلها يا اخي سيدي ايدك وخطاطي. خلاص عبدو ماشي ماشي بمشي الزعيم صالح انا باخذ حقي. روح اصر الشر بقى روح اصر الشر ماشي الله يسامحه. لا اله الا الله لعنك واحد لك روح من هون. امشي على خلص امشي 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 عمي وين نوارة؟ ما دريتي شو ساوت امبارح بالليل؟ لا والله ما ادري شو ساوت. هربت مع حبيبة. هربت مع حبيبة؟ ايه؟ عم بقول لحالي ليش سمعت حرطقة برضو ديار امبارح بالليل؟ قلنا ما بدنا نخبرك. بركي رجعت لحالها. ما بدنا اياها تنفضح بين الناس. الله يجزيكم الخير.
مين هالولد اللي جايبه؟ بنته لابراهيم. ايه؟ وليش جايبها لعنا؟ يا مو ابراهيم اعترف انه هو اللي قتل حرمته. ولي على انتي؟ وش بدنا نساوي بالبنت؟ بدنا نربيها هون عنا بالبيت يا مو. شلون؟ لك بدنا نخليها عنا لحتى نشوف شو بده يصير بابراهيم بالقلعه، ولحتى يرجع الزعيم ويبت شو بده يساوي بالبنت وابوها. زعيم؟ والله انك ابن زعيم. خي خدي مني، شوفي شو بدها، جوعانه عطشانه بدها تاكل، شو ما بدها ساوي لها. السلام عليكم. وعليكم السلام. رح يخرب بيتك، لا عم ضربه، لك تحنا، لك قول السلام عليكم، احكي لك كلمة. لك شو بلا عمي ابو كاسب، شو صار لك؟ عم نمزح معك. طيب عم تمزح؟ خرب بيتك ما اسألك انت ومزحت معك. يا سيدي عملت لك احلى فولات وكترت لك تومات عليهم كمان. استموا ايديك، خلص يلا، شكرا، وصلوا، روح اعطينا ضوء، خلصتوا. طول بالك عمي ابو كاسب، ناولنا. شو ناولا؟ شو تناولني؟ حق الفولات لتليكو نص. شكر؟ هلا بيناتنا لتليكو نص. ايه سيدي بيناتنا. يلا هات ناولني. لا خلص روح، اعطينا ضو بعدين بنحاسبك. ليه؟ طيب عمي ابو كاسي، اذا بحكي لك سر خطير بتعطيني متليك ونص؟ والله ايش كان هذا السر الخطير، بيستاهل متليك ونص نعطيك. يا عيني عليك، ناولني اذنك لالا. ها اجيت. حزير شو قال لي عرفي؟ شو قال له؟ هذا يا سيدي قال نوارة حرمته لرسنال ابن الزعيم. هربت مع ابن عم اسماعيل. هاي وفا لك تبديني روح روح روح، انا ما اسمع شيء، انا ما اسمع شيء، اللهم ما اسمع شيء، اللهم ما اسمع شيء. ولا او لك تبديني خربي بيتي انت. شبنا عمي ابو قاسم، طول بالك، خليني اكمل لك القصه. لك كمل لي انا ما دخلي. او 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 ما عاد ياخذ شو بعد. او او خذ فولات تبعتك ما عاد بدي شيء. خرب بيته، العمى طلبه، دبليني مع الزعيم الرسلان انا ياخذ فودات. هيك حكى المعلم رسلان. انا بنتي ما بتعمل هيك. يا ابو فارس بنتك غلطت. لا تنشلك البيت ما بتنوها، طولوا بايكل عليها، البنت لساعتها صغيره يا درويشه. لا حول ولا قوه الا بالله، نحن ما لنا ملائكه يا ابو فارس، ما لنا ملائكه. شو يعني؟ يعني الله يستر عليك وعلى بنتك وعلى عوائبك وعلى سمعتك بين الناس. الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عمي يا شباب، انت الثاني سامحني بشغلي. على شو بدي سامحك؟ شو عامل انت الثاني؟ انا من هلا لازم اترك الشغل، لازم روح جهز حالي على اخت عسكر. ليش قربت روحتك؟ بعد بكره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ليش هيك عم يصير فينا؟ لك مشان شو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. سامحني عمي سامحني. الله يسامحك يا سعيد. الله يسامحك دنيا اخره يا ابني. الله يسامحك. ان شاء الله بتروح بترجع سالم غانم. خاطرك عمي خاطرك. قولي على ابدي، قولي على ابدي، قولي على ابدي على الخبريه، قولي على ابدي. لك يا ريتني بنت ما سمعت لك. قولي على ابدي، قولي علي، قولي علي، قولي علي، قولي علي، قولي على ابدي يا بنيتي، قولي علي عليكي، قولي علي، قولي علي. يا رب دخيلك.
وشلون بدي ساعده؟ فهمني يا شيخ شلون بدي ساعده؟ أنا بدي مين يساعدني على المصيبة اللي جابت لي إياها بنته لأب فارس؟ إن الله يحب التسامح بين الناس. أيوه بس الشغلة اللي عملتها يا شيخنا شغلة كبيرة كتير كتير. ها مع كل هيك سامحها. كيف؟ طلقها غيابي مشان إذا تزوجت اللي هربت معه يكون بالحلال. أنت هيك بدك؟ لا يا رسلان، ديننا هو هيك بده. ماشي، أنا رح أرمي عليها يمين الطلاق وأنت شاهد شيخنا. الله هو الشاهد يا أبني. نوارة بنت أب فارس، أنت طالق بالثلاثة، طالق طالق طالق. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجزيك الخير. لا خلص طلاق، لك يخرب بيتهم من حالكم، لك ما صفي عندي شيء غير هالشيء. اسمع يا بني، ما كل يوم بدي دعوة مع شرعنا، فلعتوني. بدك تطلبي الطلاق غصبا عنك من سعيد، وش كان ما طلبت بدي ميادتك. ها فهمانة؟ ابن عمي، بيرضى الشيخ أبو النور يطلقها؟ معلوم بده يرضى. وقت اللي بدك بتقول له يا شيخ اللي أنا بدي اطلع من سعيد، بجيبه لسعيد غصبا عنه بطلعها منه. هيك بدك ابن عمي، مثل ما بدك تقبرني. يخرب بيتكم من حالكم، كل يوم بدي دع نفس السيرة. خلص طبعا. قومي من خلتي انت وياها، قومي من خلتي، قومي 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 من خلتي. يخرب بيتكم من حالكم، العم ضربكم ولي. اخ اخ قلبي، رح يجيبوني الناطه عن جد، هم البنات للممات. الله لا يوفقكم. مكاسه ناوليني كعكه. يا بنيتي، يا حسرتي عليك. هربت منه، والله هربت منه على قد ما عم يضربها ويعذبها. طب ليش ما هربت عنا؟ ليش ليش؟ لانه نحن ما وقفنا معها، وقفنا ضدها، وقفنا بوشها. حتى لو منعناها هنا كان لازم تجي لعنا. يبعت لي قتلي يا بنيتي عليك، يبعت لي قتلي. لك يخرب بيتك، انا قلت لك تجي وليه؟ أنا كنت بدي. خلصي خلصي وسدي حلقك وبتروحي هلا على بيتك، وأوعك أوعك ثم أوعك تجي بدون ما أقول لك، فهمتي؟ يلا يلا. الله يبليكي بلعي عند المساء. آخ يا بنتي آخ، كسرتي ظهري. ولك يا بنتي كسرتي لي ظهري. وتقول من شر أحوال دهرك، ترى الأجواد من شر. عبدو، لك عبدو. اهلين معلم رسلان، تفضل. اسمع الكلمتين ولا هاي القهوة بدها تتسكر. انا ما عندي استعداد قهوة عطال قتلة تنفتح من اليوم ورايح، سمعني؟ وبس يجي نصيبة وتنباع لكل حادث حديث. لا يا معلم رسلان، قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. هلا بلا سلبينا، بلا قطع ارزاق بلا اعناق. هي قهوه قتال قتله بدها تتسكر. بعدين ملفي لي شغيله كلياتهم زعران. بدها تتسكر يعني بدها تتسكر. يلا يا شباب، كل واحد يروح على شغله ليشوف. يلا يلا روح حليق، يلا تحركوا. فاضل عم يصير يا بيي، تعال عندي على المضافع عاوزه. شو الاصابع شو وضع صغير؟ رون دقتهم يا ربي عسى الله تتفهم. عالم عليك. ما بدي اسمع منك شيء. هلا عم جهز الاكل،
بس تاكلي وترتاحي وتصيري قوية بسمع قصتك من أولها لآخرة. لا تاكلي هم شي، كوني مرتاحة ومطمنة، اتفقنا؟ إن شاء الله ريدو ألف صحة وهنا. لا أمي لا، لا تحط إيدك عليها، عود نشوف كمل أكلك. ألعب معها شوي. شو أعطيك إياها تلعب معها شوي؟ ما بحسن ما بحسن. إن شاء الله بيسلم لي أنا. مريم ليش ما عم تاكلي؟ كلي مزبوط. لك صحتي لك صحتي يا جوري يا حلوة يا أمورة يا أمورة يا أمورة يا أمورة يا حلوة. يسلم لي قلبي. هي بدك تاكليها من إيدي. الله يرضى عليكي. كرمالي. صحتين وهنا. هلا بتاكلي لحالك ايه؟ ما بدي اياكي تحكي ولا كلمة. تاكلي وبس. بدي اياكي تصيري منيحة وقوية. كتر خيرك. ما رح تاكلي إذا ما طعميتك. آخر لقمة. الله يرضى عليكي. لا مو صح هذا اللي عملته يا رسلان، مو صح. لا سيدي صح. طول عمرها الحارة نظيفة ومو ناقصة تتوسخ بشوية مشكل جيه وزعران. يعني إذا كان معلمهم قتال قتلها ما بالضرورة يتنمردوا على الخلايا والعباد. بس أبو قاسم وعرفة كانوا عم يحكوا على عرضه للمعلم إبراهيم. لو كان عم يحكوا على عرضه ما بصير يضربه. شو هالحكي هذا؟ شو ما في كبير بالحارة؟ لا والألعن من هيك إنه هجم على أبو قاسم وعرفة كمان. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ما راح تغير رأيك معلم رسلان؟ زعيم رسلان. يعني ما راح تغير رأيك يا زعيم رسلان؟ اسمع لك، طول ما أنا عايش هالقهوة ما بتفتح بنوب بنوب، وإذا بدك تضل تأخذ وتعطي مع مني مو بس القهوة راح تسكر. شو قصدك يا زعيم؟ فهمك كفاية. إيه خير إن شاء الله. على كل حال أنا حكي مع الزعيم بس يرجع. عن إذنك. لك ضربي سد ما يرد. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح يا بنتي أنت طالبة الطلاق من جوزك سعيد؟ ما صار جوزة يا شيخي، ما صار جوزة لسا. جوزة يا أبو قاسم جوزة. أمرك. أنت موافقة على الطلاق ولا لا يا بنتي؟ لا شيخي ما بدي اتطلق. شو هتطلعي ولا؟ مشان الله يا ابي ما بدي اتطلق، ما بدي اتطلق. الله لا يوفقك. يا ابو قاسم يا ابو قاسم، سيدنا النبي صلى الله عليه واله واصحابه قال: ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. إيه ما بدها تتطلق؟ إيه بدها تتطلق غصبا عنا. بوس ايدك يا ابي ما بدي اتطلق، بوس ايدك ما بدي اتطلق، ما بدي اتطلق لك مشان الله ما بدي اتطلق. ما بدك تطلعي؟ اسعد لك. يا ابو قاسم هدي يا ابو قاسم، نهدى شوي يا ابو قاسم. استغفر الشيطان شيخي الشيطان. الله يلعن الشيطان. الله يلعن الشيطان. شرفوا شيخي شرفوا، الله معكم مع السلامه. خلاص غلطنا منكم السمع ما عاد نعيدها. ماشي بس نهدى شوي يا ابو قاسم. السلام شيخي. السلام عليكم. خذ الباب طريقك، الله معك، مع السلامه شيخي. ما تواخذونا. بدك تطلع يا بنت الكلب. حولتوه على القلعة؟ ايه والله يا باشا، من شوي كان عندي ورحلته من هون. وليش ما خليته عندك كم يوم؟ هي جريمة قتل يا باشا، وأنا ما فيني خليه على مسؤوليتي. مظبوط شغلك. خدامك يا باشا. يلا أعطيك العافية. مع السلامة يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يوفقك يا نوارة على العمل اللي عملت فيها فينا. والله يا عمي فارس العالم بلشت تحكي علي. أنا كنت بدي لفلف الموضوع يومين ثلاثة لبين ما تمرق الكركبة، بس ما مشي الحال. الخبر انتشر والموضوع مو سهل. حسبي الله ونعم الوكيل. بعينك الله عمي، بعينك الله. أنا طلقتها لبنتك بحضور الشيخ أبو النور. كتر خيرك يا ابني، الله لا يوفى المغضوب على العيب اللي شافت لنا اياها. حسبي الله ونعم الوكيل. بسيطة عمي،
بسيطة. وبعدين يعني شو عمل بحالنا احنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما حدا بده يحل لي مشكلتي غير زعيم الاسلام. بلا. اهلا بعمي ابو قاسم. السلام عليكم. زعيم الاسلام هو؟ يا جوا. لك يا بنتي الله يرضى عليكي، ساوي اللي بده اياه ابوكي. ما بدي، ما بدي اتطلق منه لو ابي بده يشخطني شخط. اخ لك يا بنتي والله لحتى تاكلي قتل ليوم القتل. الله يرضى عليكي خليه يطلقك. ما بدي، عبقول لك ما بدي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك بنتي شو اللي حبابك فيه؟ بكره الله بيبعث لك واحد احسن منه. لو بيجي الباشا بذات نفسه ما رح اتجوز غيره يا ام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حروق زيان وانت لا سعيد الا بدك سعيد شيل عنده رقد يلا من بعدك رقد طير يلا اهلين باشا امرني شو صار معاه؟ والله باشا وعدونا هلا على اساس انه يجيبوا سعيد لهون عند الزعيم وطلعنا البنت على خير ابقى امروه لعندي على البيت عاوزها على راسي انت بتمو روح ابو احمد رعاية الله الله معكم مع السلامة مع السلامة رعاية الله مين؟ أنا أم فارس افتحي لي الله يخليك يا خانو ولك لسه إلك عين تجي لهون بعد اللي عملته بنتي يا أم صالح الله يخليكي خليني فوت وأحكي معك بدي أفهم وين بنتي وشو صار فيها ولك شو بدك تفهمي آه؟ اللي عملته بنتك صار معروف ومفهوم وكل الحارة عرفت فيه بنتك هربت مع ابن عمها بنتك طلعت عايبة يا أم فارس تعرفي شو يعني عايبة؟ لا الله يخليكي بنتي مستحيل تكون هيك مو نوار اللي بتعمل هذا الشيء الله يوفق خليني فوت وأحكي معك قلبي عم يفور فورين ويغلي خلاص عم قلك روحي انتي ما عاد إلك فوتل عنا على البيت فهمتي؟ يلا روحي الله معي بوس ايدك يا خانو مشان الله فوتيني حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ايش عليم الله عليم الله لبقت لك الزعامه يا ابو خالتي من الاخر شو بدك؟ بدي 10 متاليك ليش بدك اياهم؟ لصمدهم مشان الزوازه بتعرف انه ابراهيم كان وعدني بس هو طلع قتال قتله وانا ابو خالتي ما باخذ مصاري من هيك عالم مشان هيك جيت لعندها اذا مشان الزوازه امسك هدول ركز حالك كل هدول ابو خالتي؟ ايه الله يكرمك، الله يخلينا اياك يا ابو خالتي، الله يديمك فوق راسنا. انت خبرني بكل شيء عم بيصير بالحاره وانا بغرقك بالمصاري تقريبا. الله حيو الزعيم،
أنا لعيونك معلم، شو ما بدك أنا جاهز. بدك شي مني؟ لا سلامتك. سلام عليكم. أهلين أبو سعود، شرف أبو سعود شرف. الله يخليك يا أبو زيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساوي لك شاي معلم؟ إيه ساوي لي شاي، إلي ولا سعيد؟ شرف أبو سعود. فوت سعيد، فوت. يلا يا رب. يا انت ليش ما بدك تطلق لبنته لأب قاسم؟ ايوه وانت شو دخلك بالقصة؟ انا شو دخلني ولا؟ ليك سيد رسلان، اولا لا تغلط، ثانيا هي القصة بتخصني وانت ما لك علاقة فيها. وإذا قلت لك انه بدك تطلقها وانت عم تضحك وتلعب؟ لا سيدي، مو على كيفك. طيب بدفع لك مصاري، قد ما بدك بدفع لك وهلا شندي. قد ما دفعت لي ما رح طلقها. كأنك حيوان ولا ما؟ السلام عليكم. لك عم حاكيك واقف ولا؟ لك ليه رحتي على بيتها؟ ليه رحتي على بيتها هي المغضوبة بعد ما عملتنا الفضيحة ليش؟ لحالي حدا سمعانها بدها تهرب وبيعرف لوين رايحة. يعني اللي هربان من قطع راسه بيقول لي وين هربان. يبعت لي قتلي. أنا هلأ حسيت إني غلطان، كان لازم جوزها لابن عمها، ابن عمها إسماعيل اللي كان راكد وراي من إرني لإرني، وكنت أرفض. هلأ غلطان. تعرفي شو عملت بنتك؟ هربت مع ابن عمها إسماعيل لأنه بتحبه. الله يسامحك يا رجال، ما بيجوز تحكي هيك هلا. نجوى وين بدي خبي وشي من الناس انا؟ وين بدي خبي وشي؟ وين بدي خبي يا نجوى؟ والله هيك عملي عملتها بنته، ما له غير القبر يستره ويستر عرضه. الله يسترنا ولا يفضحنا يا رب. امين. تعرف؟ حاسس الحارة صارت يتيمة بغياب أبو صالح، ما هيك ولا أنا غلطان؟ والله يا أبو شكري اللي عم يصير ماله بالحسبان منوب، لك ما عم نفهم شي من شي. قلتك إذا رجع أبو صالح ترجع الأمور مثل الأول؟ مزبوط، لازم ترجع. إذا رجع أبو صالح الحارة بدها ترجع أحسن من أول إن شاء الله. إيه الله يرده بالسلامة بجاه رب العالمين. آمين يا رب، آمين. شو وينه ابنك معروف؟ مالي شايفه هو؟ معروف بالبيت عم يضب غراضه انه بكره مسافر من غير شر. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني خلاص رح ياخذوا الشباب على اخذ عسكر؟ بدهم ياخذوهم ورجلنا فوق راسنا. حسبي الله ونعم الوكيل. روح الله يصبرك ويصبر عيلتك وعيله ابو البشر كمان. تسلم يا ابو شكري تسلم. يلا بالاذن. تعال اخي تعال. هلا انت رجال البيت من بعد ابوك. يعني شو بدي منك؟ تدير بالك على أمك وأخواتك ومعهم أبوك بغيابي هذا؟ أمرك أخي. إيه شو بدي وصيك كمان؟ ما بتغيب عن الكتاب؟ أمرك. وبتساعد أبوك بالدكانة؟ أمرك. تعال أخي تعال. الله يرضى عليك. لشو البكي خالتي؟ لشو البكي؟ لا لي أول واحد ولا آخر واحد بروح على أخذ عسكر، ولا لي أول واحد تتسكر الدنيا بوشه وما بياخذ البنت اللي بريدها. خبرني إن شاء الله بإذن الله رح تاخدها، بس بعد ما ترجع من أخذ عسكر. شو كنت متمنيها تصير مرتي قبل ما أسافر وروح؟ بس أنا بعرف شو بدك تقول. آخ شو بدي أقول لو أهل الحارة واقفين ضدي وضدك ومعهم رسلان والباشا كمان، وأنا هلا عمل لك روح على أخذ عسكر ويلي بده يصير يصير، ولا تطلقها وخليها على زبدها. لك عبدو مو هيك بصير صحن الفول؟ يا والله حيرتني لك شكري، شبنا لسه هيك ومو هيك. يا والله حاسس حالي عم بعمل صحن قشه مو صحن فول. لك وايش كان صحن قشه وايش كان؟ عبدو بدك تشتغل هون بدك تسمع الكلمه. حاضر شكري. معلم شكري. حاضر معلم شكري. بس اللي لازم تعرفه انه صحن الفول المرتب بالطعمه شيته مو بشكله. لا تغرك المظاهر لك شكري. معلم شكري
ايه وش كان يعني؟ عبدو عيد صحن الفول من اول وجديد يلا. اخي هي الشغله مو شغلتي. لك الله يلعن هالزمن اللي خلاني غير كاري، اللي بيغير كاره بيقل مقداره. شو الناس هي؟ شلون يعني ما قدرت تخلي هاد سعيد يطلع بنتي؟ اه يا الله لا يوفقه، راسه اي بس من هذا الحيط اللي قدامه. يعني ما وافق؟ لا ما وافق. نعم على مصيبه، شو ساوي حالي انا؟ خشن؟ انا بس بدي اعرف انت ليش بدك اياه يطلقها؟ ليكون جايك واحد اوسخ منه ها؟ لا شلون؟ لمين هذا الحكي؟ يا مستخك كف بعبيه لبوسك دم ها؟ ترم حالك؟ اك انا ما بدي على بناتي ولا؟ شو قلت؟ شو 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 غا؟ عيد ولا؟ عيد شو قلت قبل؟ شو يعني انا عم ولا طالع علي انه هذا ما عم يطلق بنتي؟ لك ولا قسما بالله بعد ما حياتي انا اللي بيخلط معي والله بروحه. ان شاء الله سامحني، ايه سامحني. ولا بقاسي البيت اللي صار لك قاعد فيه 20 سنه يا بتدفع اجاره يا بتفضي لي اياه مباشره. شلون شلون؟ اسمع لك ما بدي اشاره، بدك تفضي نهائيا. هاد البيت عطايا زي قرصاع مشان اقعد فيه انا. لك انا مو معبي عينك ولا؟ مو معبي عينك؟ كمبلا ولا ما حكي شيء، شو حيعمل لك؟ زعيم انت زعيم، لسه لاصق. خلاص! انقلع منهم احسن ما بشل لك قرشك، انقلع بدك تفضي البيت ها؟ انتوا هيك نسوان حارات، ما بيشوف واحد منكم غير لما بده خدمات من جناب نحن. نحن مين قلنا غيرك يا ست نزلت خانم؟ الله يخلينا اياك ويطول بعمرك يا حق. قل بسرعة عم فارس، شو بدك؟ قل بسرعة، ما بده راسه يوجعه؟ حاضر حاضر، يمكن حضرة جنابكم بتعرفوا شو صار معنا ما هيك؟ نحن نعلم بكل شيء بيصير بحارة. الله يوفقك يا ست نزلت خانم، بدي اعرف وين مطرح بنتي، مشان الله دوري لي عليها. ويلان ام فارس؟ بدك حضرة جناب نحن نقوم نلف حارات ندور على بنتك هربان؟ يوه تجيني حمى اذا هيك بقصد يا نزلت خانم، والله مو هيك قصدي. لكان شو قصدك ولن؟ انا قصدي انه تخلي الباشا يعني جنابه يقول لعساكره يدوروا لي عليها، بركي بيحضوا فيها وبترجع لعنا. ولن ام فارس جوز حضرة جناب نحن باشا كبير بحكمة دارية، عنده عسكر كتير، يعني ما عنده وقت يروح يدور على بنتك هربان. بس يا نزلت خانم انا بنتي ما انا هربانة. نحن نعلم ليش انت بدك تلاقي بنتك ام فارس. يوه مشان شو يعني؟ مشان يقتلوا. لا والله لو حق الله ما بدي يقتل لبنتي. شو هالحكي؟ كذاب ولن ام فارس، انت واحد كذاب. انت بده يقتل بنته لانه هرب من بيت جوزه لواحد تاني، بس انا ما بساعد. بوس ايدك. انتهى زيارات ام فارس. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مجرم قاتل يريد قتل بنات ولا خادم. خذ قهوه. هلا من كل اعلك رح تزبط شغله ام عرفي ونتجوز. ولك هبله، ما سمعتي شو حكوا انه زبطت جوازه ام البشري على ايدها؟ الواه الواه على هيك جوازه، شقفت حارس. لك انا بدي واحد زنجيل عليه القيمه مو كحيان. اختي انا قبلانه مو حارس، ان شاء الله خزمتجي، المهم عريس. لكن بدك يعني موت واندفن بهذا البيت وما اشوف شي ولد من ولادي؟ ايه تنمحي ان شاء الله، هبله ما بتعرفي قيمه حالك. حبيبتي انا بعرف قيمه حالي كثير منيح، بس ما عم يصح لنا نختار، وانا اول عريس رح يتقدم لي موافقه عليه. ايه تنمحي الهي، انا ما رح وافق الا على اللي بدي اياه، ويكون سيد الرجال كمان. هذا الشي بيوجع عليك، هو يجي بالاول وبعدين منتشرت.
عمي نشرب الشاي برا. شو بكي؟ مشان الله يا حسن، مشان الله هذا الرجال ما بصير يشوفني هون. ليش مين هذا الرجال؟ هلا بحكي لك كل القصة، بس الله وكيلك إن شافني هون بصير مصيبة كبيرة كتير. خلص ولا يهمك، أنا بدبر. استع تع تع السلام عليكم يا اختي. اهلين. يعني في مره قريبتنا صار مشكله الله يلعن الشيطان وهربت بالليل اجت لهون لصوبكم. شفتيها شي امبارح ولا اليوم؟ لا ما شفت حدا لا امبارح ولا اليوم. طيب يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. اهلين مع السلامه. والله وصرت تأمر يا رسلان. بعجبك يا أمو بعجبك. صفيان قصة صغيرة، متى ما زبطت كل أموري بتصير تمام. وشو هاي القصة يا أمو؟ شو هي؟ رضا الزعيم يا أمو، بس الزعيم يكون رضيان عني بيسلمني الزعامة من بعده. الله يطول بعمره طبعا. بدك تصير أنت الزعيم يا أمو؟ ايه يا أمو، نفسي كتير أنه صير أنا الزعيم. ما بتشوفي شلون كل أهل الحارة الممرق من قدامهم بيخافوا بيرتعبوا؟ هي ما صرت زعيم وهيك، شلون ما صير زعيم عن حقه حقيقي؟ ولك تقبرني ابن الزعيم زعيم، ويعني كده الله يطول بعمره. بتصير انت الزعيم وراح تصير اكبر واحسن زعيم بالشام كلها. يا رب من تمك لسابع سما. مشان بنته لابو البطيخ شو بنساوي فيها؟ انا ما بقدر خليها بوشي بالبيت. وين بدنا ناخذها يعني؟ ما بعرف، انا ما بدي اياها هون عندي. وين بدنا ناخذها يعني؟ خذها لعند ابو البشر، ام البشر بتعرف تتصرف معها. زعيم ابو صالح، زعيم صدر الباز؟ اي نعم هو بعينه. ومين عمل فيكي هيك؟ مين بيسترجي يعمل هيك بمرت ابنه للزعيم ابو صالح؟ ابن رسلان واللي بيكون جوزي هو اللي عمل فيني هيك. احكي لي كل شيء يا نوارة. القصة بلشت من يوم ما ابن عم اسماعيل قتل ابن الزعيم. هلا انا ما صدقت انه ابراهيم ممكن يعمل هالعملة لحد ما سمعت اعترافه بانه هو اللي قتل حرمته. مشان هيك انا عم بسألها ليش تهمك فيها اول شيء؟ يا باشا يا باشا، من يوم ما سافر الوالد وابراهيم عم يتكتك ليستلم الزعامه من الوالد بعد عمر طويل. ايوه. شلون بده يستلم الزعامه وانا موجود؟ فقال لحاله فبرك له تهمه لرسلان انه قتل حرمته. هاي اول شغله. وشو الشغله الثانيه بقى؟ الشغله الثانيه بده يستر على عرضه اللي فلت منه. اها. يعني شرفه انسرق منه؟ الله العليم، الله العليم. يمكن ها شايف له شي شغلة عاطلة على حرمته، قام ما حمله عقله قام قتله مشان لما تكبر بنته ما يقولوا عنها بنت حرمة عاطلة. هلأ فهمت ليش هيك عامل معك. يقبشني ربك. المهم انت تفهم علي وما تزعل مني، لأنه زعلك عندي بالدنيا كلياتها تزعل كل الدنيا إلا انت. طيب وأبوك
ليش طول كل هالقد لك رسلا؟ والله ما بعرف، بس هو قال انه بده يغبله شي شهر زمان. طيب يلي بدي اياه منك يا رسلان انك تستلم محل ابراهيم وتدير بالك على الحاره، هيك لبينا ما يرجع ابوك بالسلامه، بعدين بنقعد انا وياك قعده طويله نتشاور فيها مشان الحاره شلون بدنا نساعد اهلها، خصوصي انه رمضان على البواب. امرك كل مالي وكل مال كاناتي تحت امرك لخدمه المحتاجين. حلو الحكي، واهم شيء نساعد عائله ابو البشر واب معروف الخضر، لان اولاده رايحين على خد عسكري. عندي اعتبر الامر صار يا باشا. أبو فارس عم تبكي؟ انكسر ظهري، انكسر ظهري يا نجوى إسماعيل ونوارة، كسروا لي ظهري. استهدي بالرحمن يا رجال، خلص هاي رسلان طلقها للبنت وانتهى الأمر. شو انتهى الأمر؟ أنا انزليت، أنت ما عم تشوفي الناس شلون عم تطلع فيني وأنا ماشي بالحارة، ما عم تشوفي شو عم يصير بيني وبينهم، انزليت يا نجوى. ما عشان اللي بده يزلك يا ابن عمي، وكل الله يا رجال. لك والله محروق قلبي على نوارة وما لي مصدق انه ممكن تعمل هيك. يا عمو الله يوفقك، لك شوفي لي هي انا عاملتها لكي، لك لفوق ولك لتحت، شوفي كيف الدروب تبعيتها حلوه مو هيك؟ لك الله يسلم الايدين كثير حلوه تاخذ العقل. لك يخرب بيتكم، لك شايفيني مهور ومهموم وعندي مصيبه ما بعرف ما شلون بدي حلها، وانتو قاعدين عم تطوح حنك بتطوا صيام. لك تقبرني ما عم نطق حنك، عم تفرجيني الشغل، عم تقول لي امي ظابط، قلت لها ايه؟ ظابط ظابط بلا اي هذا صابط. قومي يا حبيبي، قومي خلتي، قومي خلتي، يخرب بيتكم، لا بعرف مصيبه انا، يخرب بيتكم، شلون بدي حل هالمصيبه؟ شلون يا ربي؟ الزعيم رسلان وبده البيت، ما بدي اعطيه البيت، ما بدي اعطيه، بس كمان ما بدي ادفع مصاري، شو اعمل بحالي؟ ما بدي اطلع برات البيت، شو ساوي؟ شو ساوي يا ابو قاسم؟ خلي احكي لك كلمتين بقى. رضاي عليك، رضاي عليك يا سعيد، انت بتعرف ما حدا بيروح على اخذ عسكر وبيرجع منه. وليانا عندي على خلص حكي يا ابو قاسم، رضاي خليني اكمل حكي بقى. رضاي عليك، رضاي عليك، يعني حرام البنت ما تركها هيك واقف، يعني كل على يمين طلع وريحنا بقى. لا عمي لا لا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لك ريحني، لك يا ابني ان شاء الله ريحني بقى. الله لك طلقها، لك خلص طولي، عاد تبكي العمض انا بكيب عيونك. ها اهلي، مع السلامة، مع السلامة، على اخذ عسكر، تفضل روح، مع السلامة. الله يهنيك يا ابني. الله معك، الله معك، الله معك، الله معك، السلامة يا عمي، السلامة. لك انت يا رجال ما بنخاف عليك. طول بالك، طول بالك، الله معك، 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 الله معك
كم بتساهل وخيال الشوق عايدهم والسلام على حاجة الله لمعيونك هذا عمى طلبك عمى يلا يا شباب يلا وعايدهم وصلها وارجع لعندي يا عمو. حاضر يا عمو. برد عمي ليش لحتى ياخدها؟ مو شغلك دلال. انا بربيها. وليش لحتى تربيها انت ونخليها ببيتنا؟ يا دوبك تربي ولادك. افتح عسكري الأسى على الخد من شران
سيفو سيفو، شوف هالمعطر اللي جايين اهو. والله ابراهيم ابراهيم سيفو، والله ما عم صدق عيوني، والله انا ولي انك متت وحياه الله. لك يا ميت اهلا وسهلين يا زعل ابو علي، هذا هو ابراهيم. لك هذا ابراهيم المسلح حكيت لكم عنه. هذا هو البطل، ابن البطل، والله والله مية من العسكر اللي حاوطونا هو طلعنا. لك يا بيت انا امسح ليه؟ سلي سلي عصدر ساوي لنا شاي، ساوي شاي باي، ساوي شاي سلي 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 يا ابو الله يخليك الله يخليك. لك يا بيت انا امسح ليه؟ اهلا سيفو. شوفي ابن اختك يا امي شلون فارد حاله وعم يتعمر، والكل شو عم يعامله تقولي الزعيم قعد لك بالمضافه وفارد طوله وعم مشي الحاره كلها من تحت امره. والله يا عيني، واخرته طلع بعيله بيت ابو صالح رجال. رجال؟ هلا هيك؟ ايه معلوم رجال، واحد صغير يتامر على اللي اكبر منه هذا رجال، وبيطلع له يكون الزعيم بعد ابوه. ايه فكر فيها. فكر تقبرني فكر. رح ضل فكر فيها لحتى طق. ايه طق بعدي طق، شو بعمل لك يعني؟ يو العين كلي تقبري قلبي كلي كلي. ايه هي كلي تقبري قلبي، انا طق. لك شو دخلك فيها كمان؟ ما حكينا شي يا مو، شو دخلك عم نشكيلي؟ شكيلي ولا بشكيلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل الله عمي، وكل الله. شو بنا؟ مقهور يا عمي أبو شكر، مقهور كتير، مقهور من جيرتي اللي ما وقفوا معي. لك معقول قهوة المعلم إبراهيم زينة رجال الحارة تتذكر؟ شو بدنا نساوي لك عمي، شو بدنا نساوي؟ أنا بحلف ميت يمين إنه المعلم إبراهيم بري من تهمة قتل مرته. لك يا عمي رب العالمين هو اللي بيعرف، بس القهوة لازم تفتح من جديد. شلو بدها ترجع تفتح لك ابني؟ ما بعرف ما بعرف، لازم لما يرجع المعلم إبراهيم تكون القهوة مفتوحة. وكل الله عمي وكل الله، بكرة متى ما رجع الزعيم أبو صالح رح يحل كل مشاكل الحارة، وبإذن الله رح ترجع القهوة تفتح مثل أول وأحسن. إن شاء الله إن شاء الله يا عمي أبو شكر. إن شاء الله يا رب. فوت عمي فوت فوت. مريم، هل جايك شي حبيبتي؟ مريم اطلعي فيني شوفي. مريم حاولي تفهميني شوفي. آه يا نوار، كل وحدة عندها هم على قدها. هي والله كلامك مزبوط.
الله يفرج. الله يسمع منك يا رب. دخلك حسنة، أنا ولا مرة سألتك جوزك وينه؟ سيف بعت لي حمى علي مسجون بالألعاب أرواد. يا على قلبي إن شاء الله خير. ليش؟ جوزي من رجال الجبل. الله يفك أسره ويرجع لك يا بخير وسلامة يا حق. آمين يا رب. دوبري قلبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين اهلين اسلام. طمني عنك كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. ان شاء الله امورك احسن. الحمد لله مستوره. الحمد لله. انا بعرف انه من اهل الحاره ما حدا عم يدردر عندك لون على الدكه، وبعرف انه مالك ذنب تتكركب بجراير بنتك، فنحن منضلنا اهل. لا اخي خذ مصرياتك الله يرضى عليك. الله كافيه الحمد لله. اخي بس تتعدل امورك ترجع لي اياها. لا اخي عم اقول لك خذ مصرياتك الله يرضى عليك. الله كافيه. ها الحمد لله. السلام عليكم. خلص لك امي، خلص بكي الله يوفقك. اللي فينا مكفينا. انا حرمته ياما، ما بحق لي ودعه. بحق لك تقبريني، بس ابوكي بتعرفي عقله. الله لا يسامح. عيب يا امي هذا ابوكي. عيب وحرام كمان. سامحي الله يرضى عليكي. الله يسامحه. وادعي لربك يرجع لك بخير وسلامه. يا رب مثل ما اخذته من الحاره سالم ترده سالم. يا رب. ابن عمي شايفتك راجع بكير من دكانتك. ليش في حدا عم يسلم علي ليشتري من عندي؟ معلش تقبرني. الله كريم يا رجال. نجوى ضب اغراض البيت وخليني امشي، ما عاد انا قاعده بهالحاره. يوه ولي على قامتي. وين بدنا نروح يا رجال؟ ارض الله واسعه. بس نحن ما بنعرف حدا برات الحاره. الله ما بينسى حدا. بس يا رجال. نشوى انا شو عم بحكي؟ شو حكيت؟ قلت لك ضب اغراض البيت وخلينا نمشي من الحاره، ما عاد لنا عيشه فيها. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين اهلين. عم بشكرك. الله يطول بعمرك يا عمي. الله يرضى عليك. عمي انا كنت عم بقول لحالي انه شوفت عينك الاوضاع عم تركبي بالحاره وكل واحد همه كافي. مزبوط. طيب انا شو المطلوب مني عمي؟ عمي امول لحالي انه بلكي نستعجل بالعرس شوي، يعني بنعمله بالسكيتي. ما بدي الناس تحكي علينا، الخطبه طالت كمان. اوف لا سمح الله. ليش حتى الناس تحكي علينا لك عمي؟ اللي بقصده يا عمي انه انا شاب، يعني ما بيهمني حكي الناس، بس كمان كريمتكم فهمت كفايه. خلص خلص فهمت عليك عمي، تكرم عينك. اليوم بحكي مع البنات والعيال كلهم، وبكره بتكون البنت عندك ببيتها. منيح. الله يطولنا بعمرك. الله يطولنا بعمرك يا عمي. قول يا رب. يا رب. الله يرضى عليك. معناتها انا رح اخبر الوالد وقول للعيله يجهزوا حاله. اتكلوا على الله عمي. السلام عليكم. روح الله يسلمك. الله يخلينا يا رب. سلم على الاهل. سلم على الاهل عمي. لا حول ولا قوه الا بالله.
ابراهيم والله ما بجوز من الله اللي عم تعمله بحالها على حب النبي كلك لقمه. والله يا سيفو الزاد كله مخاطر على بالي، والله مالي نفس. شلون بدي اكل يعني شلون بدي اكل وبنتي بعيده عني؟ والله العظيم حاسس حالي مخنوق لك يا سيفو. مخنوق؟ لك يا اخي بدك تصبر حالك، هذا نصيبك. عين الله بعين الله يا الله يا الله. لك بنتي مقطوعه من شجره، لك ما لا غير رب العالمين، لك لا لا ام لا لا ست، ابوها مرمي بالحبس واقع بين ايدين واحد ابن حرام ما بيخاف رب العالمين. والله العظيم انا حاسس حالي انزليت بلا بنتي. ولك بعد الله مالي غير البنت، ولك مالي غير البنت، بدي بنتي، ولك بدي بنتي، يا ريتني متت ولا انزليت انزل، ولك سيفه بدي بنتي. لا جيبوني بنتي، بدي بنتي، جيبوني بنتي. وكل الله ابراهيم، وكل الله، بدي بنتي، بدي بنتي. راح اموت، راح اموت ولك سيفة، راح اموت. بدي بنتي، بدي بنتي يا جماعة. طول بالك يا ابراهيم، طول بالك. بدك هي بنتنا ونحن كلنا معك. الله محيي البنت اللي حولك، الله محييه. لك يمين الله، يمين الله، ما حلاك وما راح اشرب حتى بدك، بدك تهرب. ما راح تاكل، ما راح تشرب حتى بدك، بدك تهرب. ما راح تاكل، ما راح تشرب حتى بدك، بدك تهرب. بقى يا أبي الله يرضى عليكي، ما بدي اياكي تزعلي، والله انا حابب انك تفرحي، بس انت شايف الحاره وظروف الحاره واهل الحاره، والحمد لله انت من الصالحات ومرباي وبتفهمي وبتعرفي تميزي الصح من الخطا. يعني ما بيجوز لك يا أبي نعمل فرح واهل الحاره الغم والهم راكبهم، هاد خايف على هاد وهاد عم يفكر بهاد. مزبوط يا أبي؟ بعدين والله القلوب مو فاضية تفرح. والله والله الحق معك يا أبي، بعدين شو فرح ودق وغني، المهم هيك الله يفرج على أهل حارتي. آمين يا رب، الله يرضى عليكي ويستر عليكي دنيا وآخرة ويجعل مراتبك بالفردوس الأعلى يا حنوني. الله يخلي لنا ياك يا رب. عطيني إيدك يا أبي. يلا بدك شي؟ روحي الله يسر أمرك. تصبح على خير يا أبي. تلاقي الخير يا أبي، الله معك. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك رسلان ابن زعيم أبو صالح؟ أنا وصلت. أنا أبو ضاح من الجبل. يا حي الله يا حي الله، تفضل تفضل يا ابن المعلم. الزعيم الله يرده بالسلامة كان متفق معنا انه يمدنا بسلاح، ولما سافر ايه المعلم ابراهيم. والمطلوب بدنا نلاقي طريقة نجيب سلاح. ايه فهمت عليك، خلص انت اترك لي هيك فكر حصة وبرد لك خبر. بس يا معلم رسلان يعني كلك مفهومية، نحن محاصرين بالجبل وما لنا غير الله وغيركم. يا اخي قلت لك منفكر شو بيصير بالموضوع ما رد لك خبر، لا تقرقني. يا معلم رسلان خلصنا بقى، خلصنا. لك الحاره قايمه قاعده وانت عم تقلي سلاح وما سلاح. خلص مثل ما قلت لك، بس امورنا تصير جاهزه من عيوني هدول التنتين برد لك خبر. ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام. ضرب يسد ما يرد. لا لا، كل الأخذ عسكر بالحارة راح وما حدا حس على تأخيرهم بالحكم دارية. انتي؟ مو لازم يكون قلبه حنون على ناس ابدا، لازم يشتغل كويس عشان باشا كبير. رفع انت
يزيد معاش مصاري انت. بس انا سمعتي منيحة كثير بالحكم دارية يا نصلة. مزبوط عبد الحميد، سمعت انت جميلة. بس باشا كبير، نحن نرسل توصيات كثيرة لأسيتانا بحق انت. الله يخلي لنا اياه ويطول عمره للباشا الكبير ابوكي، والله لولا كنت لهلا لساتني عسكري صغير بالحكم دارية. وراح ترجعي عسكري صغير عبد الحميد. إذا ما اشتغلتي كويس على سلطان فرمان دولي عليا. خلص أمرك، راح كون الباشا المطيع لكل البشوات الكبار. قومي قومي شوفي مين بتقبض. يلا. لك شو جابك هلا؟ مصاري؟ إيه خلص فهمت عليكي، روحي هلا وتعي لعندي بكره بالليل، منه بشوفك منه بعطيك مصاري، ولا بقى تجي بالنهار يخرب بيت عيونك. يلا روحي. مين كان بدق باب عبد الحميد؟ قاعد شحات، قال بده مصاري مشان يجيب دواء لابنه. هذه وحده كذابه. إيه أنا مشان هيك ما عطيته شيء. أحسان أنت هيك بيعمل كويس. صحيح نسيت أقول لك، عزمي اللي بشتغل عندي بالمكتب جاب لي خدامة مشان أجيب لك إياها، بس الحقيقة ما رضيت أجيبها تشوفيها. ليش أنت ما رضي أنا أشوفها عبد الحميد؟ إيه لأنه صغيرة كثير، يعني يا دوب يطلع عمره 10 سنين. عمره 10 سنين هذا خادم؟ إيه هيك شيء يعني مو أكثر. إيه بس 10 سنين عمره كثير مناسب. شلون بقى؟ انت بيجيب خادم صغير يكبر ببيت نحن، يتعلم من شغل خادم كبير، يكون بمستقبل شغله ظريف. ايوه انت بيقول لي هذا عزمي ينادي خادم صغير مشان نحن نشوفه، مفهوم؟ ايه خلاص امري. خادم صغير عبد الحميد أحسن كثير من خادم صبية. إيه مظبوط مظبوط والله. عمي بلا ما نطلع من الحارة مشان الله خلينا هون. وش يا أسود وش يا أسود يا نجوى من أهل حارتي؟ من جيراني، من هالزلمة اللي هربت من عنده بنتنا. لا وخايف علينا، جاب لي شوية مصاري مشان يفرج عن حالي. معقولة؟ اكس 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 يا باطل عليك يا فارس يا معصم. شو علي ابن عمي؟ الناس لبعضها والدنيا دين ووفا. لك شو بدي اوفي لا اوفي؟ وشنا وشنا اسود قدام النجوى؟ حاجة تنزل قدام الناس، حاجة تنزل حاجة. كتر خيره والله، منيح اللي ما جرسنا وقلعنا من الحارة. وشو الله جابره يحمل همنا، خصوصي بعد ما بنتنا هربت من بيته وخجلته. يبعت لي قتلي على المصيبة، يبعت لي قتلي. بكرة بكرة لازم، بكرة بكرة لازم نمشي من الحارة، بكرة. يلا ناموا بقى ناموا. شو ما رح تناموا؟ لا سيدي ما حد نام، ما حد نام حتى تجيبوا البنت لحضن ابوها. شو يا رجال؟ مضبوط الحكي، ما رح ناكل ما رح نشرب حتى بنته منه تشرب. ما رح ناكل ما رح نشرب حتى بنته منه تشرب. ما رح ناكل ما رح نشرب حتى بنته منه تشرب. ندرن علي يا رجال، ندرن علي. إذا بترجع بنتي لحضني رح توزع نص مالي ومال كناتي على عيالكم. لا يا إبراهيم، نحن ما بدنا منك شيء،
ما مننام ما مننام حتى بنته بحضنتنا. 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 شبك يا حبيبتي شبك؟ سلامة قلبك شبك؟ شو عم يجعك؟ خير خير شو بها جوري؟ ما بعرف يمكن ممغوصة. طعميها يا بنت الحلال طعميها. يلا أنا السلام عليكم بدي روح على شغلي. تقبرني قبل ما تروح جيب لي زيت البلدي من المطبخ. وليش بدك الزيت البلدي هلا؟ دلك يا بطنة بروح المغاز. تكرمي كرمال جوري بهون كل شيء. معي كرمال. حبيبتي 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 سلامتك سلامتك سلامتك. قبل ما اروح على البستان بدكم شيء؟ سلامتك. وانت نوارة بدك شيء؟ انا بعمري ما رح انسى لك هالمعروف يا عمي. نوارة انت بنتي ومن واجبي وقف معك وساعدك. العذرة تحميك، دير بالك على حالك. ديري بالك على نوارة وانا لا تاكلي همي. خاطركم. نوارة شبكي؟ وقت بدنا نروح ما بدنا حدا يشوفنا. الله الستار ابن عمك. وينك؟ أنا رايح. وين رايح؟ رايح على البوايكية لعطيل الإسلام مصرياته. عم بستناك أنا لا تتأخر. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يرضى عليك. عليكم السلام. أهلين شيخ محمود. الله يرضى عليك. أهلين وسهلين. عليكم السلام. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة شيخ ورد. الله يسلمك. ما عاد بدي إياه يتأخر أو يغيب مرة ثانية بإذن الله. هو يضل بعافية وما رح أخليه يتأخر حصة عن الكتاب إن شاء الله. إن شاء الله. يلا شرف أبي فوت فوت فوت. الله يرضى عليك. فوت. الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. تقول الشيخ محمود والشيخ ورد فولة ومفلقة. ما شاء الله. وكان لك الله يديم المحبة. هاي كلها تربيتك شيخي. الله يرضى عليك. أهلين. الله يرضى عليك. فوت. الله يرضى عليهم ويحببهم ببعضهم. يلا بالإذن. بدك شيء؟ سلامة عمرك. الدعاء سيدنا. بإذن الله. خلينا نحقق شغلنا. سلام عليكم. الله يسر لك. يا الله. عليكم السلام. عليكم. أهلين. أهلين. بسرعة. أهلين أهلين. يلا عمي يلا يلا. عليكم السلام. يا رب. بسم الله. يا عم زيان. مور زعيم. إيش كان حدا سأل عني أنا بالبوايكية؟ إيه بأمرك زعيم. وينك يا زعيم وينك؟ تشوف ابنك رسلان شو عم يساوي بغيابك. إيه على الله. مروا سيدنا. قول إبراهيم شو هذا اللي عم بيصير؟ سيدي بدي بنتي. بنتي مالا حدا بالدنيا غيري. مالا حدا غير الله وأنا. لاني عرفان لا وين عم تنام لا شو عم تاكل. الله يسترك سيدي. بدي بنتي. بدي بنتي. الله يستر على عرضك. ابنتكم داخل سجن هنا؟ سيدي بنتي طفلة صغيرة رضيعة بربيها معي هون. أنت مجنون؟ هنا؟ سيدي اللي بدكم يا بعطيكم يا شو ما بدكم خدوه. اللي بتأمروا سيدنا أنا جاهز. موجود 5 رشادي ذهب؟ موجود سيدنا موجود. إن شاء الله إن شاء الله. كتر خيركم سيدنا كتر خيرك. خدي حبيبتي اشربي.
خير؟ شو صار لي؟ والله ما بعرف يا حسنة، حاسة بدوخة. كأني شفتك برا رح تراجعي. ايه عم حس بلعية نفس. تفضل ابراهيم. شايف؟ الله يسلم الديات. ديات هلا هذا هو ابراهيم يلي كنا نسمع عنه؟ ايه هذا هو. لك والله مواليده، مواليده بدون واحد قتلوا له حرمته وزدته بالسجن واتهموا بقتله، وفوق الهاد بنته وحيدته بايد غريمه. شلون ما بدك تصير فيه هيك؟ لك منيح ما بيجن هاد. استغفر الله العظيم. يلا منيح ردوا له الروح بهالطلب اللي رفعوا له اياه مشان يجيبوا له بنته لهون، ان شاء الله يقبلوا. الله يسمع منك. والله بيستاهل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك اسلان؟ اهلين. اخي لا تواخذني، هاي مصرياتك. مشكور جدا، كان عندي ظرف وراح خلصنا. انا مالي ادمان. اهلا معلم اسلان. هذا انت؟ فارس. هذا انت اللي كنت بدك تقتلني؟ هذا انت؟ اسمع. معلم مات، مات يا معلم، مات معلم. شو ساوي؟ شو ساوي معلم؟ شو ساوي؟ مات معلم، مات. لا تقول انه مات. روح عند اهل ابو الورد قول له ما بنعرف شو صار له، غط على قلبه وسرت بالارض وهو بيقرر. روح. وجب مات، وجب. ابو الورد، ابو الورد.